ماشي، حنشوف من هو نجم العربي الكبير اللي حيشارك بحلقة كلنا نفوز الليل. مرحبا، رمضان كريم ينعاد عليكم وعلينا براحة البال والصحة والهنا. سؤال بسيط، سؤال بسيط، إذا حزرتوا بدكم تربحوا جائزة كبيرة اليوم. أنا في أحد المسلسلات إلي كلمة بقول فيها أنا فلان ولد فلان دواس الظلمة اذبح. هل هي في مسلسل صقار، في مسلسل الكواسر، أو في مسلسل راس غليز؟ وشكرا، كل عام بخير، رشيد عساف. وانا اخلص اخلص ولا ترمح، اخلص دواس الظلمة. ولك مليون اهلا وسهلا بالنجم الكبير بالهرم رشيد عساف، حبيبي والله وصديقي، وشكرا لمشاركتك. السؤال كان باي مسلسل بقول انا فلان ولد فلان دواس الظلمة اذبح؟ هل في صقار، صقار ام الكواسر ام راس غليظ؟ الجواب بألف ريال، لأنه جاي من نجم وليس جاي مني، يعني أنا مش نجم بس جاي من نجم. جاوبت مريم والجواب الصحيح هو قالوا راس غليظ. مريم شكلها مجاوبة صح، دعيتولا لمريم يا شباب، شكلها مجاوبة صح. أرجيني أخضر 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 أخضر، دربك خضرة يا مريم، دربك خضرة يا مريم. أيوة أيوة والله يا محمد من مصر، انت دعيت لها يا مريم، دعيت لها ولا ما شاء الله روح رياضيه كويسه. محمد، محمد من مصر، كلنا نرجع مره ثانيه. ازيك يا محمد؟ والله بخير الحمد لله. اخبارك؟ وبعدين إيه؟ يا ابو كرم النهارده خسرنا، انا بشجع الزمالك. انت عندك 2500 ريال يا محمد. لا، مباراه الاهلي والزمالك، انا زملكاوي وخسرنا. زملكاوي بس انا اهلاوي، بس احنا اصحاب. أيوة. اصحاب نادي القرن مين يا محمد؟ الاهلي. قول يا محمد. الزمالك طبعا. سمعني، قول وسمعني. الجنات يا ابو كرم، الجنات. لا قول وسمعني يا زملكاوي، نادي القرن مين؟ الاهلي. لا لا ايوه ايوه أيوة. تسلم لي على الروح الرياضيه حبيبي، وتحياتي للي معك. مين اللي معك؟ معايا مراتي مشاعل. اهلا وسهلا، اهلا اهلا اهلا، نورتونا. طيب ادعي لها لمريم. السؤال رقم 17، دولة وحيدة غير أسيوية مين هي في لائحة أول 10 دول منتجة للأرز؟ هل هي البرازيل، روسيا أم أستراليا؟ دولة غير أسيوية بلائحة الدول أول 10 دول منتجة للأرز، روسيا، البرازيل أم أستراليا؟ سؤال شوي تريكي، العشر ثواني خلصوا، والجواب الصحيح هو البرازيل.